صايف الجو مطر وكايف. في غمرة هذه العطاءات المتعددة يشرفنا أن نرحب بمقدمكم الكريم يا صاحب السمو، ونشكر لكم كريم حضوركم الميمون حفل تخريج الدفعة 18 من أبنائكم وبناتكم للعام الجامعي 1445. جامعتنا درة الجامعات العالمية وميز الطلاب في المملكة طلابها. الجامعة أهلك عظيمة الامتنان. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني مراقبا لله في مهنتي باذلا جهدي في عملي، وأن أكون رحمة لكل إنسان. القلب ما هي بتعبير اللسان، تحت توجيهك نجحنا وحققنا الرهان. جامعتنا درة الجامعات العالمية وميز الطلاب في المملكة طلابها.